النهارده كمان فيما يتعلق بالنادي الاهلي، النهارده النادي الاهلي يعني خد شهاده الايزو في الاداره الرياضيه، واول نادي عربي وافريقي ومصري ياخد هذه الشهاده، شهاده الايزو 9001، وده امر يدعو للفخر في الحقيقه. النادي الاهلي دايما بيبقى يعني يستحق مثل هذه الامور، خصوصا الامور دايما في النادي الاهلي مستقره، الجوانب الاداريه ماشيه بشكل جيد، الجوانب الرياضيه الانشائيه الاجتماعيه حاجات في الحقيقه مميزه جدا متعودين عليها من خلال النادي الاهلي. لكن في الاهم من كده كمان، دي لقطات من حصول النادي الاهلي على شهاده الايزو 9001، لكن الاهم كمان كلمه الكابتن محمود الخطيب واللي قال كلمه مهمه جدا بعد الحصول على هذه الشهاده. خلينا نروح نشوف كلمه الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي، وبعدها نطلع فاصل، وبعد الفاصل نرجع نكمل. يلا بينا. في البدايه طبعا برحب ب مجموعة عثمان بي وشركة ام اي اس اللي في احتفالية اعتقد بالنسبة لنا شيء بيسعدنا وشيء بنطلع ليه دايما كنادي اهلي، ان احنا ازاي يبقى لينا ادوار مش بس رياضية، ادوار ارادية ادارية، ادوار مع العاملين في النادي، ادوار مع اعضاء وجماهير النادي. لازم النادي الاهلي يكون عيله واحده ومنظمه واحده. الحقيقه يمكن الكلام ده ابتدى من حوالي يمكن اكتر من شهر وشويه، المهندس خالد درندلي كان كلمني وقال لي ان عثمان بيه يعني بيفكروا ان شايفين النادي الاهلي مؤسسه كبيره وعايزين يشوفوا النادي الاهلي يستحق ان يكون هناك المؤسسه الكبيره دي، يكون هناك شهاده عالميه شهاده الايزو. فطبعا بشكرهم جدا انهم فكروا في النادي الاهلي، وفي الفتره دي اكتر من شهر تقريبا بقى في ادوار كثيره جدا من مجموعه العمل اللي انا بشكرهم جدا كل واحد فيهم الحقيقه بتاعه الشركه اللي مع عثمان بيه، على اساس ان هم تواجدوا في النادي تقريبا يوميا، تواجدوا في النادي مع منافذ البيع في النادي مع الادارات المختلفه في النادي، فقدروا ان هم يكونوا فكره حقيقيه عشان هم كمان يكونوا صادقين في التقرير اللي بيرفعوه. والفكرة الحقيقية ديت هي اللي وصلت الناس اقتنعوا بيها في المنظمة العالمية، اقتنعوا بهذا الأمر بعد تقريرهم الحمد لله، انهم شافوا على أرض الواقع ان النادي الأهلي له أسس وله أسلوب متطور تقريبا يعني إداريا الحمد لله. وطبعا ده مش عايزين نقف يعني، كان في زي ما بيقول دلوقتي عثمان بيه هي دي مرحلة أولى، لكن التطور دوت او الاسلوب الاداره ده او اسلوب التعامل مع اعضاء وجماهير النادي، المنافذ اللي موجوده في النادي كيفيه عملها ازاي، دي بدايه. لان اذا كنا بناخد النهارده يكون في يعني بنحمد الله سبحانه وتعالى ان النادي الاهلي يكون هناك شهاده عالميه او الايزو العالميه تكون للنادي الاهلي، هذا امر يسعدنا جدا، بس بيحملنا مسؤوليه كبيره جدا ان القادم لازم يبقى احسن من كده، والافضل لازم دايما يبقى فيه يعني. طب وانا بشكرهم لان هم يعني الحقيقه شافوا النادي الاهلي كمؤسسه كبيره، يعني فكروا الاول يشوفوا النادي الاهلي ماشي ازاي الاول، فده شيء انا يعني بيسعدنا جدا كمجلس اداره. كان بشكر مجموعه العمل اللي اشتغلت في خلال اكثر من شهر مع مجموعه العمل الشركه، بشكركم جدا على كل اللي قمتوا بيه، دي مسؤوليه كبيره. بكرر شكر تاني لعثمان بيه ومجموعه الشركه كامله، وان شاء الله يكون زي ما قال عثمان بيكا دي بدايه لتطور اداري ورياضي ومجتمعي اخر للنادي الاهلي، ما يليق بالنادي الاهلي وجماهيره واعضائه. بشكركم جدا مره ثانيه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.